نحتفل اليوم بكل اعتزاز بالذكرى 15 لعيد العرش المجيد. شعبي العزيز، إن الوقوف على أحوال الأمة يتيح لنا الفرصة لتحديد من التقدم الذي حققناه، وذلك باستعمال جميع الآليات المعروفة لقياس هذه التطورات. واليوم بعد مرور 15 سنة على تولينا العرش، أرى أنه من واجبنا تجديد هذه الوقفة الوطنية. في الواقع يجمع الخبراء والمهتمون الوطنيون والدوليون على أن المغرب عرف خلال هذه الفترة تقدما كبيرا في مختلف المجالات،